السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم بإذن الله غادي نقدم لكم واحد الطبق ديال المكرون، يعني فيه مكرون على شكل إن سالاد ومكرون يعني بلا بيشاميل وبالزعتر إن شاء الله الرحمن الرحيم وبالجبن أيضا. نتمنى منكم تتبعوا معنا هذه الطريقة ديال هذا الطبق الممتاز جدا جدا، يعني واحد الطبق رائع كيجي بنين كيجي لذيذ، يعني كيصلح يعني كعشاء وكيصلح للضيوف وكيصلح يعني كيجي ممتاز. نتمنى منكم تجربوه بهذه الطريقة وغادي تعجبكم إن شاء الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم هذه الوصفة جيدة جدا إن شاء الله، اللي هي بليباتانا مكرون بحال هذا الشكل، وعندي مكرون بحال هذا الشكل يعني طيبين في الماء وشوية الزيت، كنطيبوهم هادو طيبين بجوج بهم إن شاء الله. عندنا مطيشة واحد ثلاثة المطيشات، عندنا هنا واحد الفلفلة حلوة خضراء، عندي شوية الذرة، وعندي جوج فلفلات حمرين حلوين، عندي شوية الفرماج ولا بيشاميل بطبيعة الحال، وعندي الزعتر، وعندي زيت العود، وعندي الملحة والبزار. إن شاء الله أول حاجة غادي إن شاء الله ناخدو شوية زيت العود واحد المعلقة، غادي نديرها فوق مطيشة ديالي، وندير معلقة أخرى هنا ومعلقة هنا ومعلقة هنا. هنا ان شاء الله غادي نضيفوا لهم شوية الملحة، شوية الملحة غير شوية ما تكتروش الملحة هكا، نديروا شوية البزار بحال هكا، شوية البزار. بالنسبة لبيشاميل ديالنا ان شاء الله غادي نكرطوا عليها شوية جوزة الطيب ان شاء الله، غير شوية واحد غير الرائحة ديالها ما نكتروهاش، ونديروا الزعتر ديالنا كله هنا، نخلطوا هذا الخليط. لا بيشاميل راه عندنا في القناة ديالنا، المسافة ديال هاد لاب نديرو فيها هاد لاباط، وكنخلطو مطيشة ديالنا بحال هكا، مطيشة ما طيباش، الفلفلة ما طيباش، يعني هاد الخضار بحال إن سالاد يعني ما طيبينش، كنحيدو لها دوك الحبيبات المطيشة، كنحاولو دائما نديرو مطيشة تكون يعني طيبة مزيان هكا. غادي نضيفو هاد الفلفلة ديالنا بحال هكا، نزيدو الفلفلة الحمراء حتى هي بحال هكا، ونضيفو الذرة ديالنا بحال هكا، على بركة الله غادي نخلطو بيدينا باش ما نمشغوش ما نوركوش على المكرون ديالنا الله طيبة، باش ما تجيناش معجنة بحال هكا، غير بالصبع ديالكم بحال هكا، بالصبيعات ديالكم بحال هكا، يعني باش تخلط مزيان، جيو من التحت للفوق باش يتخلط الجميع، تخلط زيت العود ويتخلط المذاق والملحة يعني والخضر بحال هكا. هانتوما كتشوفوا ها هي هل سميتو ديالنا الاولى، لاباط ديالنا الاولى، غادي نصوبوا لاباط الثانيه ان شاء الله. ها هي المكرون ديالنا الثانيه، هانتوما غير كتمسوها بحال هكا، لان ملي كديروا لها الزيت في الماء راه ما كتحلوش معها، كتجي طايبه مزيان وكتجي كتفرق، بحال الا جاب الله الانسان ما دارش ليها الزيت راه يخاف تعجن ليه، راه يمكن تعجن ليه ان شاء الله، الانسان ما خصوش يدير واحد الحاجه اللي تخسر ليه. هكا غادي نشوفوا هنا اش غنديروا، هنا ان شاء الله غادي نديروا لا بيشاميل ديالنا بحال هكا،
نتوما كلشي داك لاباش من اللي صوبنا على قد هاد تقريبا انا درت كيلو 200 كيلو 200 ديال لي بات. ها نتوما نخلطوها غير بشويه بحال هكا 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 راه غادي تبرد دغيا هاد لا بيشاميل ما تشوفوهاش جاريه تقولوا راه غير الكونتاكت مع هذا سميتو دغيا تبرد. هادي راه فيها واحد المذاق رائع غير هكا بوحدها راه رائعه. لا بيشاميل والزعتر شويه ديال جوز الطيب والملحه وشويه ديال البزار كنديروها لا بيشاميل كنديروا لا بيشاميل ديال الملحه والبزار كنصوبوها تقريبا بحال الا اقل من هادشي غنديروا 50 غرام ديال الزبده و 50 غرام ديال الدقيق. يعني الا بغينا نصوبها بالحليب نصوبها بالحليب. انا صوبتها بلا كريم فريش داكشي علاش كتجي بيضه بحال هكا مزيان. اللي كنديروها بالحليب ما كتجيش بيضه بحال هكا. نزيد الفرماج ديالي واحد شويه ديال الفرماج احمر بطبيعه الحال. كل واحد يدير داكشي اللي مقاد عليه. يعني غادي نخلطو مع هاد الفرماج شويه يتخلط معها هكا. الصور ديالنا الحاجه اللي طاحت كيدوز عليها يهرف عليها ويدوق. سي مهدي ديالي ها هو ها يلا ها هي جاتك ثاني هكا ان شاء الله. غادي نصوبو الطلا ديالنا السلطه ديالنا اللي هي عباره عن مكرون وفلفله جوج الاشكال والذره. يعني ها نتوما شفتوا المقادير وريتكم كيفاش نديروها. غادي نديروا لها بحال هكا ان شاء الله. غادي نحاول نورك عليها شويه كنورك عليها شويه بحال هكا. كنجيب التبصيل ديالي يعني التبصيل دائما هو اللي كيجي الفوق باش نقلبوها باش تجيني مقاده بحال هكا. كنقلب التبصيل ديالي هكا نتوما ونحاول هي التبصيل ديالنا. ها هي الشلاطه ديالنا شوف كي جات تبارك الله جات رائعه. وهنا غادي نديرو ان شاء الله المقارون الاخرى غادي نديروها هنا في الجناب ديال التبصيل ديالنا ونقادوها ان شاء الله باش تجينا مقاده مزيان. نتوما مرحبا هذا هو الطبق ديالنا الرائع ان شاء الله. نتمنى لكم تجربوه راه خفيف وجدوا المسائل ديالكم. قشروا مطيشه صوبوا الفلفله حطوا داكشي صوبوا لا بيشاميل يعني طيبوا هادو ديالكم تي تسويت يعني تحطوها ما كاين حتى 10 دقائق يعني تحطوا الطبق ديالكم تمونطيو الطبق ديالكم وتحطوه. كلشي بقات فيه انكم طيبوا المقارونيه ديالكم والطريقه بالطياب قلنا لكم شويه ديال الماء وشويه ديال الملحه. هادو ديال السلطه عندنا فلفله خضراء مطيشه خضراء فلفله حمراء خضراء درا ما ديك اللي في الغراف ان شاء الله. وهنا هاد لابيشاميل هاد لابيشاميل درناها لهاد المقارون هاد الشكل ديال المقارون هي والزعتر وجوز الطيب ان شاء الله راه كتجي رائعه رائعه رائعه. واحد البلا العائلي ان شاء الله ممتاز صالح للعشاء خفيف جدا يعني ما فيهش لا الحملة حتى حاجة يعني خفيف جدا ان شاء الله. نتمنى لكم تجربوه وغادي يعجبكم ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اخواني اخواتي. هذا هو الطبق ديالنا اللي شفتوه الطريقة ديالو. ما عليكم الا تحضروا جميع المواد في خطوات بسيطة ان شاء الله غادي تكونوا نجزتوا هذا الطبق يعني اللي هو رائع وممتاز. ونتمنى لكم التوفيق ونتمنى منكم دائما تشجيع هذه القناة وديروا لايك للفيديوهات ديالنا والاشتراك في القناة ديالنا والاشتراك اللي شارك في القناة اللي دار اشتراك ما عليه غير يضغط على الجرس باش يوصله التنبيهات ديال الفيديوهات الجداد ديالنا اللي كيطيحوا في القناة ان شاء الله. دائما كل يوم دائما كل يوم راه كاين جديد. القناة ديالنا ما كان بكوش حتى شي نهار يعني دائما كنحطوا فيديوهات جداد كل نهار ان شاء الله. ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.